اهلا بيكم مشاهدي تلفزيون اليوم السابع. النهارده معانا حوار جديد مع الكاتب احمد مراد. ازيك يا احمد؟ ازيك يا بلال؟ نائل عامل ايه؟ والله تمام اهو، قاعد اهو غلبان خالص على عكس نائل اللي في الفيلم. شفت الناس كلها فاكرينه حاجه كبيره، هو راجل. ليه سميته نائل؟ اشمعنى؟ والله كنت بدور على اسم، قعدنا ندور على اسم ليه شهرين قبل ما نجيبه، وبعدين قلت لازم اطلع اسم من الفيلنز اللي عندي في الروايات، فقعدت ادور لقيت ما فيش عندي اغلى من نائل يعني. طبعا يعني فسميناه نائل بقى. ما بيخوف الاسم، ما بيخوفش اي حد يعني لغايه ما يبقى سامعين صوته جاي في الطرقه كده، بس اول ما بيظهر طبعا خلاص بقى بنعرف ان الموضوع مش كبير قوي يعني. انت اصلا من هواة تربيه الكلاب؟ خالص، ده اول مره اجيب كلب. إيه اللي على مضض والله يعني، كانوا بناتي هم اللي قالوا عايزين كلب، وانا كنت رافض الفكره خالص. مش عايز اجيب كلب في البيت والعنايه بيه وكده، ولا طبعا مش هينفع. اول ما شفته خلاص وجهه نظري اتغيرت، وبقى يعني بقيت انا اكتر واحد بايظ لي في البيت جدا يعني.